دائما باقي المفهوم ديال كفالة اليتيم دون وسمه بأنه جزء خارج عن المجتمع ونحن نأتيه من علو لنتصدق عليه أو نعطيه على اعتبار أنه يعني جزء لا ينتمي إلينا. وأكبر دليل لما سألت الإخوة وهم مشكورون في هاتين المؤسستين الطيبتين، وأعلم أن ماشي هما بوحدهم اللي كاينين في هذه المدينة الطيبة، لكن بحسب الدعوة عند من جاتنا وهي مؤسسة الكرم ومؤسسة غراس، فسألتهم هل هناك مكان ما يصطلح عليه مثلا بملجأ للأيتام أو مأوى خاص بالأيتام، فقالوا لي لا، الأيتام يكفلون في بيوتهم مع أمهاتهم الأرامل وكذا إلى آخره. فقلت لهم هذا نذير خير، هذا نذير خير. علاش؟ أن بمجرد ما كيولي عندنا مأوى للأيتام، بمعنى أن المجتمع بدأ يبحث عن الحلول السهلة، وهي حلول التخلص من الأعباء لكي اعتبرها هي أعباء وهي مسؤوليات شرعية. وهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. بحال ملي كتمشي لواحد المدينة وتتلقى الناس فرحانين حيت عندها 4 ولا 5 ديال دور العجزة، كتقول لي قد ما كثروا عندكم دور العجزة خصكم تعرفوا باللي راه قد ما كثروا عندكم المساخر. كيف تستبشر أمة خيرا وبدأ العقوق ينتشر فيها؟ العقوق هذه مصيبة، ورضاؤنا بها مصيبة أكبر. أقول واش غادي نشدو دوك الناس اللحوم؟ كنقولوا لا، دوك الناس خصنا نديروا لهم مأوى في انتظار أن دوك المساخيط يتوبوا إلى الله، أو لا في انتظار أن يلقاو مرضيين أخرين يتكفلوا بهم، لكن خصنا نقلبوا المشكل، الجذر ديالو فين كاين حتى نقطعه. حنا ما غنبقاوش حنايا كنخليو الوقود تيتصب على النار وحنا خدامين تنجيبوا الماء وتنحاولوا نطفيوها. حنا الاصل ديال داك الوقود الذي يصب على النار يجب منعه. خصنا اعاده تربيه، خصنا اعاده تزكيه، خصنا اعاده قيام على اسس صحيحه من ديننا. ما يبقاش الدين عندنا في رمضان وعيد الفطر والعيد الكبير والعواشر والله يتقبل. ملي ولا الدين ديالنا فولكلوري غير تنديرو باش كنتصوروا به، باش كنخرجوا ديك الجلابيه ديال السوس دي كنتصوروا بها نهار العيد وباقي فيها البلي، عرفتي التنيه ديال راه ما تجبداش ديك الجلابه من العيد اللي من قبل، ليله هو تيصلح فيها من قبل العيد الصباح وكيبقى في هذاك شويه ديال البلي. يعني الدين ديالنا ولا فولكلور، ولا لاصق لينا الدين في الخياطه، في الفصاله، في الحلوى، في اللحم، في بولفاف، في الشوايه، فوت هذا الشيء ما بقى دين. الدين هو انني نمشي للكعبه ديال عمر ولا ديال الحج وبس كنطرطق في التصاور، ونتصور مع المكانه، ونتصور مع الكعبه، ونتصور مع المسجد النبوي، ونتصور وانا تناكل التمر. واش جبت التزكيه اللي على قبلها مشيت؟ واش صلحت قلبي اللي على قبله مشيت؟ واش صلحت احوالي واخلاقي ومعاملاتي اللي على قبلها مشيت؟ واش صلحت المعاملات ديالي ورديت المظالم الى اهلها اللي على قبلها مشيت؟ ولا شيء من هذا الا من رحم ربك وقليل ما هم. لذلك وجب إعادة النظر في أصول المسألة. ونحن نتحدث عن الأسرة، وجب علينا أن نتحدث عن مفهوم الأسرة في الإسلام. هم اللي كنتكلموا عن الإسلام كنتكلموا على مرجعية رقم واحد في الإسلام اللي هو الوحي كأمر مركزي. هو المركز، المركز ماشي هو أنا، ماشي هو أنت، المركز ماشي هو الخبز، المركز ماشي هو الباترون ديال الخدمة، المركز ماشي هو الوزير، المركز ماشي هو الارض، المركز ماشي هو التراب، المركز هو الوحي. هو اللي تيحدد ليا واش هاد الحركه اللي تنديرها صحيحه ولا خاطئه، هاد الحركه واش غادي نربح عليها اجر ولا غندير عليها وزر، هاد الحركه واش الله عز وجل تيرضى بها ولا الله عز وجل سخط عليها. هذا هو اللي كيدير المركزيه، جات في المركز. ثم الوحي هو الذي ينظم سائر حياتي. ما عنديش شي حاجه سميتها وداروها الناس نديرها حتى انا، وما غنبقاش بوحدي بلاش. كاع عباد الله داروا، واذا كاع عباد الله داروا الحرام ديروا حتى انت، ولا كاع عباد الله ادات الواجب اللي عليها وداك الواجب فيه شيء من التكلف تخليه انت. فملي تنتكلموا على الاسره ما كنتكلموش على الاسره وفق ما يقدمه مسلسل معين، او لا وفق ما تقدمه توصيات ديال الامم المتحده،
أو لا وفق ما يقدمه الفيلم الفلاني، أو لا وفق ما يقدمه كلام الناس الذي اختلطت فيه التقاليد والأعراف بشيء من بقايا الدين مع فهوم الناس المختلة. ماشي هذا الأسرة كيحددها لي الوحي. ومن عجيب الأمر أن الأسرة، هذا اللفظ الأسرة في القرآن الكريم، وأنتم تقرؤون القرآن من الفاتحة إلى الناس، ما كاينش لفظة الأسرة في القرآن الكريم. كاين الأسير ممكن، لكن الأسرة ما كاينش. في حين أننا غادي نلقاو القرآن الكريم تعج آياته فضلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا الفعلية لا القولية لا التقريرية، نجد أن القرآن الكريم يعج بكل الأمور المتعلقة بالأسرة، ابتداء بالحفاظ على قلب ذلك الشاب وتلك الشابة قبل أن يفكر في الزواج. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. علاش؟ إطلاق البصر هذا ينبت جذور الشهوات المحرمة في القلب، فيتشبع القلب بما ليس من حقه، فإذا جاء ذلك الذي هو من حقه لم يستسغه أبدا، غلقى دائما قل من داكشي اللي هو يتطلع إليه، وغلقوا مجموعة المشاكل وقعت في الأسرة بسبب واحد الخلفية كانت عند الرجل أو واحد الخلفية كانت عند المرأة من حيث التصور الذهني الذي تكون عن شريك الحياة من خلال إطلاق البصر، سواء بالتوسع في المباح أو بإطلاق البصر في الحرام. كاين عندك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا فيما يتعلق بالحرام. وكاين عندنا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذا الحلال، لكن لا تمدن، ما تبقاش يمتبع هذه دارت وهذه طلعت وهذه هبطات وهذا شرى وهذا ما شراش وهذه طوموبيلة زوينة وهذه دار كبيرة وشو الناس اش عندهم وحنا ما عندناش. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسيت انت لنفتنهم فيه، هذاك ابتلاء. ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم بين أن هناك من وقع في الخطأ ففتح له باب التوبة، الذين لا يدعون مع الله إلى ولا يقتلون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الأخر ديال الصفة ديال عباد الرحمن يقول لك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، ما بقاوش قضية الزنا، دخلوا إلى حظيرة المباح والحلال. ثم قال قضية الخطوبة، علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي بكثرة التفكير فيما ليس من حقك، فتاب عليكم وعفى عنكم. الآيات في الحديث عن عمل ليلة الصيام بعد الحديث عن عمل نهار الصيام، ثم بيّن بعد ذلك الرغبة والترغيب، إن شئت قل الترغيب كما قال الحافظ ابن حجر وهو يعلق على حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال رحمه الله بمجموع نصوص القرآن والسنة أقل ما يمكن أن يقال في النكاح، يعني الزواج، أقل ما يمكن أن يقال في النكاح أن الشارع يعني المشرع قد رغب فيه، وهو ينتقل من قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، مروراً بقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وبقوله صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم بيّن مسؤولية الرجل على البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبيّن مسؤولية المرأة على البيت، فالصالحات حافظات للغيب، صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وبين في حال النزاع ما يمكن أن يفعل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. من بعد قال لك ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال لك على المرأة يقدر يوقع لها النشوز من جهة رجلها، ولمرأة خافت من بعدها نشوزا
وتمات الامور غدا والايات تتحدث كيف تبني صرح هذه الاسره. حنا دابا باقيين كنتكلموا على الاسره النبويه، الزوج المراه الوليدات.